Hey guys, welcome everyone. كنتمنى تكونوا كاملين لاباس ان شاء الله، تكون الامور ديالكم ان شاء الله هانيه وتكونوا كدوزوا واحد لا جورني كلها بوزيتيف. كنتلاقاو في اون نوفيل فيديو، غبرت عليكم واقيلا شويه. راكم عارفين القرايه وكي ديما، ومعايا كانت جات اختي سو ما كنتش كنحط الفيديو، يعني تمشات عاد بديت كنحط لي فلوغ. واخا كنت كنصور معاها كنت ما كندير لا مونتاج لا والو، حتى مشات عاد لقيت الوقت، حيت راكم عارفين فاش كتكون شي وحده اللي ما شفتهاش شحال هادي، وخصوصا حتى تكون في العائله وانا اختي كانت جات، سو ممكنليش نبقى كنحط الانستان. بقى راكم عارفين المونتاج كيدير لي وقت بزاف ديال سميتو، داكشي علاش حتى مشات عاد بديت كنحط. وهذا الشيء اللي كاين باش ما نطولش عليكم هذه المقدمه، ان شاء الله هذا الفيديو غادي يكون مشتريات اللي ما شريتهمش. انا نشرح لكم الكونسيبت. كنظن راكم عارفين ديك المشتريات اللي ما شريتهمش كيكونوا اما باج جابت لكم كتجيب حوايج، يعني كدير معكم كولابوراسيون وكنتوما كتوريهم. دونك انا هاد الكونسيبت عجبني بزاف وقلبته، يعني المشتريات اللي ما شريتهمش ماشي انا شريتهمش، بالنسبه ليا مشتريات ولكن ماشي انا اللي شريتهم. كنتمنى تكونوا فهمتوني حيت انا ما كنعرفش نشرح. المهم مشتريات اللي ما شريتهمش اختي، ماشي كلشي مي كانت جات لي الحوايج ولي زاكسيسوار واي حاجه، وانا بحكم كنشارك معكم كلشي سو قلت ساره والله راه دابا خصني نصور لكم الفيديو ومشي نقرا، حيت ماشي قاريه ما عندي تياتر. دونك دغيا فيت في غادي نشارك معكم داكشي اللي جات، ماشي كلشي حيتاش باقي بارت 2 بارت 3 فيهم حوايج بزاف ديال الحوايج. المهم كتبت تكون فهمتوا لي حيت انا غير كنخربق شي بالي. سو قبل ما نبدا الفيديو غادي نقول لكم جوج حوايج. اول حاجه عافاكم جايز، راني ملي كنخبر عليكم ما كنبقاش نطلع في لاكوي ديال ما كنطلعش في لاكوي ديال كلشي، فهمتي؟ يعني راه شي وحدين راه بقى نبان ليهم كنحط فيديو، شي وحدين ما كنبان لهمش، يعني ماشي كلشي غادي يبان لهم الفيديو ديالي. سو عافاكم عافاكم، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم على فامي ديالكم، كثروا من جيم 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 لي كومونتير عافاكم باش العائله ديالنا تزيد تكبر، حيت اليوتيوب كيبغي انك تكوني اكتيف كل نهار كتحطي فيديو. راكم عارفين انا بحكم القرايه عندي بزاف ديال يعني الحوايج نديرهم، كنحاول ما امكن نحط لكم فيديو في كل يومين، ما نخبرش عليكم مي ما كنلقاش الظروف، فهمتوا؟ ما كنبقاش نطلع في لاكوي ديال الناس كلهم، واخا يكون ابونيني ودير لي الجرس كلشي ما غنبقاش نطلع له. عافاكم بارطاجيو مع لي زامي لا فامي ديالكم الفيديو اون انستغرام، نخليكم ان شاء الله الانستغرام ديالي هنا، الانستغرام ديال اختي هنا، دخلوا بارطاجيو الفيديو في لي ستوري ديالكم وطاغيوني باش نحطها. كثروا من جيم وباش باش هكا نبقى نطلع لكلشي، ويعني حتى انا الفيديو ديالي نبغيه يشوفوا كلشي، فهمتي؟ حتى الا كانت حاجه مهمه يستافدوها. وصافي حاجه ثانيه كنقول لاختي مالك توحشك بزاف، واخا هادي نشوف ما كملش السيمانه باش مشات، ولكن توحشتها بزاف بزاف، وكنقول لها شكرا بزاف لك اختي، و عارفه كي كتشوفي هذا الفيديو عارفه كي سو كنبغيك بزاف بزاف، وكنتمنى تكوني مزيان والقرايه ديالك مزيان كلشي مزيان. لوف يو جايز. سو نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نشاركها معكم، المهم هما هنايا حطاهم، اي حاجه تنشاركها معكم. اول حاجه غندير لكم داكشي الخفيف عاد موراها الثقيل. كانت اختي جابت لي هذا لاكا، هانتوما شوفوا زوين بزاف عجبني انا، ما كنديروش بزاف، كديرو اختي يسرى مي ما كنديروهش في الفم حيت هو احمر، هو واحد فهمتوا ما حمر، هو كنديروه في هنايا في اليجو ديالنا كيجي صراحه زوين، حيت بارفوم حنايا واخا عندنا هذا البلاش ديال بينيتات هذاك بينيفيت، وعندي هذا اللي كنشاركو معكم اللي كنديرو انا بلا خلاص ديما هذا اللي دايره انا، كيعجبني مره مره ندير هذا الحمر، هذا صراحه زوين وعجبني بزاف. انا ندير نوريه لكم، ها هو جبنا بزاف، حنا قلنا جيبينا هكا احمر حيت هو اللي كيبقى فهمتوا، كيبقى هذا راه مات وكيبقى البنات، هي ما تكثروش منه، ديروا قطيره وماسيو فهمتوا، ديروا قطيره وماسيو، صراحه زوين بزاف. ما عرفاش لو بري ديالو مي غادي نحاول، الا قالت لي لو بري ديالو غادي نخليه لكم هنايا. هذا زوين البنات بحال هدى بيوتي، هذا سميتو طون كسي ولا ما نعرف مي زوين بزاف، هذا عجبني البنات. ثاني حاجه عجبني هاد كيكو،
كانت خداتو خدات جوج، خدات واحد ليا وواحد لينا. هذا زوين بزاف البنات كيغطي، والله لا كيغطي. انا عندي فلور مار، راه كنت شاركته معكم فلور مار. فلور مار زوين، ما كنقدرش نهضر حيت الحلق كيضرني. هذا اللي كنت شاركت معكم البنات زوين بزاف. هذا بيض، هذا مفتوح عليه، مي زوين بزاف البنات كيغطي، فريمون كيغطيها. شوفوا البنات كتشوفوا كيغطي البنات، بلاتي نوريكم. هانتوما والله عجبني البنات. هانتوما هذا تقدروا تلقاوه هنايا في المغرب، راه كاين موجودين، ولا كاين موجودين هنايا. هذا عجبني بزاف صراحه. ثالث حاجه هاد ليسونس دغيا، انا الماكياج ما كيبقاش عندي. هذا جبتو ليا تخسر، انا طيرت له هذه ديالو تطير، طيرتها محطحت ليا ويسرى قصته هنا بالحمر. مي هذا ديال ايسونس البنات برونزر زوين بزاف بزاف بزاف، عجبني حيت انا قلت لكم ما كنديرش الماكياج، داكشي علاش هي عارفاني مالكتي ما كنديرش الماكياج، داكشي علاش جابت ليا برونزر حيت كيعجبني بزاف بزاف، وخصوصا من ايسونس. راكم عارفين نتوما ايسونس عندي منها انا ماسكارا كتطلع مزيان، يعني كتطلع الشفان مزيان، وعجبني هاد ايسونس برونزر واعر. انا البنات كنشارك معكم هي باش تعرفوا كنشارك معكم كل شيء، حيتاش في الانستغرام مثلا كنبغي ندير مكياج نشارك معكم غادي تسولوني عليه، وعارفه بزاف البنات بحال دابا الساك راه بزاف غنشاركهم معكم من بعد كيسولوني في الانستغرام الجاكيت ملي لبستها، يعني هادشي هي كنبغي نشارك معكم. الا عجبتكم شي حاجه وبغيتو تشريوها فقط، يعني ما كاين لا عياقه لا والو، حيت حنا بنات الشعب، يعني راكم كتشوفوني انا اول وحده كنشري حوايج جوطيه من حوايج كلاس من كل شيء، يعني ما عنديش حتى شي فرق، كنا بحال بحال. يعني هاد الحوايج اللي كنشاركو معكم هي فقط انا كنبغي نشارك معكم كلشي البنات. ثالث حاجه نشوف رابع حاجه غنشارك معكم وهاد الشال اللي عجبني، كاب حيت انا كنبغي لي كاب، راه الا لاحظتوا كندير بزاف لي كاب انا. هذا الصراحه عجبني بزاف البنات، زوين 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 من اش اند ام، الصراحه زوين بزاف. لا كاليتي ديالو بلا ما نقول لكم لا كاليتي ديالو واعر بزاف عجبني، ولا كولور ديالو ما عنديش انا شي كاب كاين في الليموني سو عجبني بزاف، حمقني البنات حيت قليل مع عمري زعما شفتي البنات كما حنايا ما كنديروش بزاف الكاب في الليموني، كنديرو كاب في الكري، كاب في البيج، كاب في الغوز بارد، اللي كنديروها الكاب في الموف في الشيبي بحال هكا، مع الليموني قليل. قولي لي في لي كومونتير البنات، لينا كتدق عليا الباب، قولي لي في لي كومونتير البنات واش عجبكم. ودابا كايز غنشارك معكم واحد الكاس من ستاربكس، هذا العشق ديالي. دابا هذا راه جابته ليسرى حيت يسرى كيعجبها، كان شات واحد ماشي ديال ستاربكس وتهرس ليها، ومع هذا جا زوين بزاف عجبها خداتو، زوين بزاف هذا من ستاربكس. والبنات راه تقدروا ديروا فيه القهوه واخا، يعني كلشي عجبني انا من الداخل. شوفوا كي داير، راه دايره فيه الماء، شوفوا ما عرفتش مشي تهلق عليا الماء، مي عجبني الشكل ديالو في النوار. ونيت من ستار بوكس تقدروا تلقاوه هنايا في كارفور، كنت تقدروا تلقاوه زوين زوين صراحه بزاف، يعني بلا ما تجلسي هنا في الدار، غير زعما بلا ما تشدي كانت بغيتي مثلا تطلعي لبيتك وتتفرجي في شي سيري ولا شي حاجه تديري هنايا عصير قهوه كلشي زوين بزاف البنات. دابا كايس غادي نشارك معكم هذا بوشيت، قلبتها بوشيت من بولاند بير، هانتوما شوفوا بولاند بير. صراحه هاد البوشيت عجبتني حيت ما عنديش في هاد لا كولور، عجبتني ونيت نبدل. هانتوما شوفوا كي دايره، ديجا دايره فيها هذا، خويت منها باش تشوفوا النيت، عجبتني البنات بزاف هاد لا كولور، نيت ما عندناش في هكا في لي بوشيت، دونك عجبتني. واصلا بولاند بير راكم عارفين نتوما بولاند بير فيها داكشي الحوايج كلشي زوين، نضادر كلشي بولاند بير، لا مارك كتعجبني هادي. كنحاش نوريكم حيت مخليه واحد ثلاثة واعرين الطوب، خليتهم هما الاخرين. عجبتني هادي البنات، هادي كتشعل الضو راكم عارفين، عندي وحده كبيره بغيت نديرها ليه، ملي تندير ما كنلقاش الوقت حتى فين قاد الديكور ديال البيت وداكشي. هادي صراحه زوينه صغيره، كدير علين 30 درهم، علين 30 درهم زوينه البنات بزاف. ها هي خليتها انا نشعل الضو باش تشوف،
شوفوا كي دايره زوينه. بغيت نديرها غير على المرايا هكا باش نبغي ناخذ صور. عجبتني البنات بزاف. شو كي دايره فينا ما كملناش 30 درهم. هادو تلقاوهم البنات في شي ان والله الا تلقاوهم. حتى لو كنت بغيت واحد النهار ناخذهم شي ان وصافي ما زعما جبلت بلاش. دابا جايز غنشارك معكم الكوت كوغ. انا ما كنديرش المكياج ولكن هاد الباليت عجبتني بزاف البنات. شوفوا كي دايره واعره واعره بزاف. غتقولي لي شنو كاين في هاد الباليت؟ شنو كاين في هاد الباليت؟ كاين فيها ليبستيك واعر بزاف. انا عجبوني هاد الكاكر مي انا راكم عارفين ما كنديرهمش. انا ما كنديرهمش. شوفوا كي دايرين البنات فنين لي كولور فنين. هادو هادي كانت ديجا اختي دارتها حيت هاد لاكولور عجبتها. وتا يسرى عجبتها هاد لاكولور. شوفوا كي دايرين واعرين واعرين بزاف. انا ما كنديرهمش ما عرفتش ماشي ما كيعجبونيش مي انا ما كنرتاح نخرج هكا طبيعي ما عرفتش واخا نخرج الصفراء. شو كي دايرين البنات زوينين عجبتني. حتى لا مثلا كنت خارجه شي بلاصه هانتوما شفتو لينا طيحت ليا كيكو. بغيت نصور فيديو بوحدي لينا كتجي كتخربق ليا كلشي. المهم فين خليناها البنات هاد الباليت عجبتني. قلت زعما ربما فاش تكون شي حفله ما كنقدرش نهضر فاش تكون شي حفله مثلا ولا شي عيد ميلاد نقدر ندير هاد العكاكر. علاش؟ حيت ماشي فهمتي ما باش ما يطلعليش في الراس مره وحده الا درتها اوكي. حيت انا ما عنديش ما عزيزش عليا هادو العكاكر اللي كيكونوا مات فهمتوا ما كيعجبونيش. كيبقى ندير انا هكا ما كنرتاحش. ماشي بحال درت شي بحال هادو كيعجبوني انا نديرهم. راكم عارفين ديجا شاركتهم معكم. سواء دا البنات قولي لي في لي كومونتير كي جاكم زوين زوين بزاف. تقدو تلقاو ما تلقاوش هاد لا مارك ما تقدو تلقاو. راه كاينين هنا في المغرب في اي مدينه مشيتي تقدري تلقاي باليت صغيره فيها الانواع ديال فيها لي كولور كاملين ديال الكاكاو. هادشي اللي كاين البنات. دابا غادي نشارك معكم واحد الساك اللي بزاف البنات سولوني عليه في الانستغرام واعر واعر بزاف. انا عجبني تا. شوفوا كي داير واعر بزاف. البنات حمقني انا عجبني بزاف. الاول كنت شفتو هكا باغ واتساب جاني في شكل قلت مين يمكن غادي يطير له الريش ديالو وكذا ولكن هو صدقات لا كاليتي ديالو وفنا البنات زوين. هو تقدي تحفيه جوج تقدي تهزيه هكا. انا ما عجبنيش الا هزيتو هكا ما غاديش ما عجبني الصراحه بزاف. مي الا خشيتي تقدي تخشي هذا ديالو هنا وتهزيه كامصا. شوف البنات زوين زوين بزاف عجبني انا. هذا من اشان ام صراحه لا كاليتي ديالو فنه وعجبني. قولوا لي في لي كومونتير نتوما كي جاكم عارفه غيكون عجبكم. مزيان البنات بزاف. ما كرهتش كون خديت شي واحد يعني يكون ما كان ما تقنعش انا عاوتاني يعني. شوف هادشي واش ما مزيانش. الحمد لله على كل حال انا القناعه كنضحك معكم. هذا ما خرجوش في لي كولور ديالو ما عرفتش مي كانت اختي لقات هذا البيض وعجبني انا صراحه بزاف. اشان ام واعر البنات. صافي هادشي اللي كاين. باقا حاجه وحده كنجبتها ماما غنشاركها معكم بحكم كنت شحال هادي قلت لكم لي بانسو كنت واخا انا كنديرها. انا نوريكم نقلبكم كاميرا باش تشوفوا. ما كنستعملش انا كاع لي بانسو اللي كنت خديت من شيئين. ها هما جايز والله ما كنستعملهم. شي وحدين عطاتهم اختي الكبيره مالك. مي هادو ما كنستعملهمش بزاف. بحال دابا كنستعمل هذا الحجبان هكا غير كان هكا كنشطهم. كنستعمل هذا العكر الا بغيت ندير بلاش. صافي الا كان شي ايديمات نقدر نستعمل شي جوج منهم ولا ثلاثه. انا بدا انا صراحه ما كنستعملهمش بزاف كاع. مي كنشط بانسو عجبوني بزاف صراحه. لا كاليتي ديالهم صراحه مختلفه عجبوني انا. شوفوا كي دايرين البنات حمقوني حمقوني حمقوني. شوفوا كي دايرين اصلا. شوفوا الغوج وحق الله هاد هادي كاليتي ديالهم راه خطيره البنات ما كذبش عليكم. عجبوني بزاف. شوفوا كي دايرين كيجيو هما غير هكا خمسه كيجيو خمسه. كيجي هذا البلاش و ديال لي جو هذا ما عرفش الصراحه. دابا ندخل نشوف ديال من حيت راكم عارفين انا ما كنستعملش هذا جبونس ديال الحجبان. ما عرفتش البنات. مهم حمقوني انا قولوا لي في لي كومونتير نتوما واش عجبكم ولا لا. مي انا في هذا الغوج جوني كلاس. انا بحال دابا دو غادي نخبعهم البوشيطه ديالهم ما عارفين مشات ليا. بغيت غير هكا نبقى نشوف فيهم البنات ما
ما كنديرش المكياج، نستعمل بعدا هادو كنعرف نستعمل هادو. اقول الصراحه نتوما ايوا هادشي اللي كاين. المهم انا بحكم تنشارك معكم كلشي قلت نشاركم معكم باش بنتي اللي عجبتها هكا تمشي تسول هادو لي بوتيك د المكياج تقدر تلقاهم ربما. وها نتوما حمقوني يبقى نشوف فيهم انا حتى وحده تستعملهم من الاخر باش يبقاو ليا نقيقين. هادي بعدا انا استعملتها هادي حيت انا راكم عارفين كندير البلاش كنبغي ندير البلاش ولا البرونزر راه غنستخدم نستعمل هادي مع هاديك الصغيره مشات ليا. هادو كيعجبوني نستعملهم مي ما نستعملش غنشري شي وحده ديال 20 درهم 30 درهم ودو نخبعو. عجبوني البنات ما عندي ما ندير. صافي البنات وحتى الدراري باش ما يبقاش فيكم الحال تقدو تشريو ورا هادشي ماشي ديال الدراري البنات تقدو تشريو هادي ديال الدراري يعني انا كندير الدراري بنات شنو اخر تقدو تشريو هادي الدراري زوينه صافي بركة عليكم حيت راكم عارفين دابا انا بنت داكشي علاش كنمشي اكثر ديال الحوايج البنات باش ما يبقاش فيكم الحال الدراري تنتوما تقعدوا تفرجوا في الفيديوهات تقدروا تنفعوا بكم ديروا كادو لاختكم لمكم كلشي. ايوا هادشي اللي كاين البنات غنكون وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو ان شاء الله يكون يعجبكم. لابوتوت انا غنحاول ما امكن نحط لكم لي بري ديالهم يا ربي نتقاق على لي بري. المهم راه قلت لكم تقريبا هذا تقدروا تلقاوه بشي 200 5000 ريال ولا حتى هذا زوين بزاف هنايا كنهضر لكم هذا تقدروا تلقاوه 250 درهم مع هذا الساك والله ما عرفت شحال مي غادي نحط لكم لو بري ديالو. المهم غادي نسوله ونحط لكم لو بري ديالو. هذا الباليت اللي فيها لي بانسو تقدروا تلقاوها ب 150 درهم حيت هاد لاكاليتي اللي كانت ورات لي ماما زوينه زوينه بزاف عجبتني. المهم كنحط لكم تقريبا باش تعرفوا البيدجي اللي عندكم وتمشيو تشريو ما قدرت تخرجي حتى لهذا. صافي هادشي اللي كاين البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو ان شاء الله باقي فيديوهات مشتريات اللي ما شريتهمش بارتو وبارتي غير بارطاجيو الفيديو مع صحابكم مع لا فامي ديالكم قولوا لهم يكثروا لي جيم ولي كومونتير وصافي. هادشي اللي كان محقلا ندير لكم فيديو بزز حيت فريمون ما قاداش الحلق ديالي كيضرني عاد شربت السيرو وخصني دابا نمشي للدياتر وصافي. هادشي اللي كاين جايز بسلام عليكم وتهلاو فراسكم.